زي ما احنا بنقول ان في مشكلة اللي بيحصل على صفحات الفيسبوك والانستجرام وكل مواقع التواصل الاجتماعي، حاجة غير لائقة وغير يعني أخلاقية، وإحنا عمرنا أبدا ما شفنا هذا الانحدار في التصرفات وفي الأفعال. النموذج اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة أو ذكرناه لأنه نموذج موجود وعليه جدل كبير، لكن في غيره بالآلاف. نسبة الهيافة والتفاهة اللي بقت موجودة عند الولاد لمجرد الحصول على والبنات مش الولاد بس والستات كمان، ويعني كل المجتمع للحصول على الشهرة للحصول على المال، ايه اللي يعني ايه الهوس اللي بقى موجود عندهم علشان يبقوا عايشين ان مش دراستي هي كفايه عشان توصلني لطموحي، لا ده في اتجاهات تانية مهما كانت المخاطر ومهما كان ان ده شيء صح او غلط، المهم اني انا ابقى مشهور زي الناس اللي اساميها بتلمع وابقى معايا فلوس من اي طريق ومن اي اتجاه ومش مشكله اي حاجه، وفي منهم اهاليهم مشجعينهم على ده. انا معايا دلوقتي الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعه حلوان الاسبق. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه وكل شعب مصر بخير وكل الامه العربيه بخير يا رب. ايه اللي المفروض يا فندم يتعمل عشان يكون في ضبط في موضوع السوشيال ميديا؟ اولا انا سمعتك وتتعقبي على الاخ الضيف الكريم وقلتي ان الناس منشغلين عن اولادهم، وانا بحييك على هذا التعليق الجميل ان ناس الله فانساهم انفسهم، انساهم انفسهم اسماء انساهم الحته الجميله اللي ربنا ادهلنا ان احنا حرام يعني بيحرم ناس كتير جدا منها، لكن في ناس كتير جدا عندهم اولاد ومغيبين، يعني هم فعلا زي ما سيادتك بتقولي مشغولين ومبهورين بالمراكز والى اخره، ودي حته ما فوتهاش ابدا باعتباري انا خدمه اجتماعيه ان لابد من العوده الى الاسره ولابد من العوده الى الابناء ولابد من ان احنا نحكي نقعد معاهم ونحكي معاهم ونشوف اللي جواهم ايه، علشان بدل ما يحكوا الحاجه دي لحد تاني وياخدهم الى طريق اخر ومنحرف. احنا عشان نضبط السوشيال ميديا بتاعتنا لابد ان ننطلق من هذه الجزئيه، من ان احنا ما نسمحش بالسفه اللي موجود في كثير من السوشيال ميديا واللي هي بتاخد اولادنا الى طريق اخر، لكن لو كان الاب والام متابعين لاولادهم هم اللي هيحضنوا اولادهم هم اللي هيخلوهم يختاروا الجزء المهم من السوشيال ميديا. ايضا التحكم مش بيبقى احنا خلاص دي اصبحت قنوات مفتوحه، ويعني انا اكون يعني مخطئ لو قلت لك ان هنقدر نتحكم في كل او الدوله هتتحكم بكل القنوات المفتوحه دي. وانا اذكر كنت في زياره زمان لاحد وزراء الاعلام وكنت عنده في مكتبه في مبنى ماسبيرو او مبنى التلفزيون المصري، وشفت وقال لي ده انا قدامي 100,000 قناه موجوده في العالم كل ما اقدرش اتحكم فيها الموجود. يبقى اذا العنصر اللي يخلينا نتحكم في السوشيال ميديا هو الاسره، هو الاب، هو الام، هو الاخوات، هو كل دي اشياء مهمه جدا لابد ان ننتبه ليها، ولابد ان يقف الاب والام مره واحده مع نفسهم ويقولوا احنا اثرنا في ايه مع اولادنا، ايه الجوانب الايجابيه اللي ممكن نعملها مع اولادنا، واول جانب ايجابي هو ان يعرفوهم ربنا سواء كانوا مسيحيين او مسلمين، يعرفوا ان ربنا وربنا بيبص على كل افعالنا وكل سلوكياتنا، وبالتالي اذا كانت افعالنا وسلوكياتنا كلها متفقه مع الجانب الاخلاقي والجانب القيمي وبنيت اولادي بنى كويس، انا بقول لحضرتك اعلمهم السباحه وارميهم في المي، صح، اعلمهم امور دينهم وارميهم في المي، اعلمهم الاخلاقيات وارميهم في الدنيا، وهم يعرفوا يوافق يعني يقفوا قصادها ويكافحوا ويعرفوا انهم ما ينحرفوش ولا يرتشوا ولا يتعاطوا مخدرات ولا البنت تصاحب شباب والى اخره،
انا بقول لحضرتك اهم شيء ان هم نتاكد من الجانبين دول، الجانب الاخلاقي والجانب الديني والجانب التربوي اللي بتمر بيه كل اسره مع اولادها. اذا احنا دكتور ظبطنا الخطه على الصراحه، دكتور رشاد اسمح لي، هل لو في إدانة المفروض ان احنا نوجهها لحد، هل تتوجه للمشاهد؟ لا يعني انا المشاهد انا قدامي التلفزيون بفتحه بلاقي الحاجه اللي تعجبني بمشي فيها، الحاجه ما بتعجبنيش بقفلها. ايه 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 كلمه حاجه بتعجبني؟ يعني انا اتوافق مع قيمي في ايه في العرض ده؟ في واحد تمام. بيحب يتفرج على افلام خليعه والاخر، والتاني بيحب افلام معتدله. وانا بقول لحضرتك لو كانت تمثيليه معتدله جميله، واحنا شفنا بعض التمثيلات بصراحه، انا شفت الدراما يعني كان فيها بعض المسلسلات الجميله اللي بتحض على التعاطف وعلى التآلف الاسري، وشفت بعض المسلسلات اللي هي فيها عنف وفيها قتل لا، وتدمير ومش عارف. انا قصدي يا دكتور رشاد ان الفيديوهات اللي بتكون موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وبيبقى فيها نسبة عالية من التفاهة والهيافة، ان احنا كمشاهدين احنا لينا اليد العليا في نعم انتشار هذه الفيديوهات، احنا طبعا اللي بنلبس الشير وبنعمل شير، واحنا طبعا السبب اللي بنعمل لهم النجومية اللي بتحصل، وان هم يوصلوا لمرحلة الهوس اللي بيكونوا فيه، وبقى حلم كل شاب بعد كده انه يعمل اي حاجة من الفيديوهات دي مهما كان دمه تقيل ولا سخيف ولا اصلا ايوه ما ايوه عندوش موهبة، لمجرد انه يوصل للشهرة. فعشان كده انا سألت حضرتك، هل انا احنا بقول لك لينا يد؟ سؤال مؤسف. طبعا طبعا لينا يد بنسبه 99.9%، لان زي ما قلت لحضرتك انا ممكن قوي قوي اقفل عليه واحبس دمه واخليه يشعر ان هو تافه بالظبط. وحاجته تافهه، او ان انا اشير وزعطته. هم بيتخذوا على فكره اللي بيعملوا الحاجات دي بينتهزوا فرصه مين؟ بينتهزوا فرصه التفاهه الموجود فيها كثير من الشباب اللي عايش فيها الشباب دلوقتي اللي ما لاقيش حاجه تقنعه. لو احنا عملنا ماده علميه تقنع هذا الشاب ونضيف له فيها حته البساطه اللي هو نفسه فيها، الشاب دلوقتي عاوز حاجه بسيطه وحاجه مقنعه. وصدقيني ان انا شفت كثير من الشباب اللي هم يعني اتفرجوا على اشياء مهمه وبداوا يقبلوا عليها ويبعدوا عن الاشياء اللي فيها تفاهه وفيها يعني تهريج وعدم التزام، نتيجة ان هم لقوا حاجة كويسة. لازم نحط الحاجة الكويسة علشان خاطر تزيح الحاجة الوحشة. لو الحاجة الوحشة يعني لازم يا فندم يبقى عندنا وعي وفهم وعي لازم وفكر لازم يبقى. وثقافة، لأن احنا اللي بنشجع على اللي بيحصل ده، يعني احنا بنرجع نلوم الشباب ونرجع نقول لازم يتعاقبهم ولازم ما احنا كذا. كوننا عاليتهم، احنا كوننا عاليتهم التفاهة، ونرجع نقول الله ده الشاب بتاعنا تاب، ما احنا بالظبط اللي مكونين هذه بالظبط. العاليه بتاعته. انا بقول لحضرتك حط ماده كويسه، انا بقول لسيادتك وفرصه كويسه لسيادتك اللي انتوا يعني خليتوني انا اكلم الناس، بقول حطوا للمنتجين والمخرجين ماده كويسه، ماده بسيطه، ماده فيها رومانسيه شويه وفيها جديه شويه، ماده فيها علميه شويه وفيها حته تفاعل شويه، لكن ما تبقاش الماده كلها تافهه وماده كلها محرضه على يعني على هدم القيم، ونخليها طول النهار شغاله بتهرك في شبابنا وبتهدم في شبابنا وبتدمر في شبابنا. حطوا جنب هذا الواغش نحط حاجه جميله تخلي الشباب تشعر ان مجتمعها فيه امل وهم فيهم امل ومجتمعهم فيه امل واسرتهم فيها امل، لو حطينا الاشياء الكويسه جنب هذا الغص وهذا الشيء الغير جيد. كلام سليم، ويا ريت كل اللي بيسمعونا يعني يحطوا الكلام ده قدام وفي علماء يا فندم، انا بقول لك يا عينيهم. ريت في علماء يدعوهم، في علماء موجودين في مصر والله والله يفخر بيهم اي بني ادم، وفي أيوة علماء حقيقي. صغيرين صغير، انا في علماء صغيرين. انا بقول لحضرتك انا مش متحقق، انا يعني انا خايف اقول يعني حد من اولادي، يعني بصيت لقيته من اولادي انا بصيت لقيته مجتهد و الى اخره، دلوقتي استاذ في جامعه اجنبيه، هم خدوه نخدوه خطفوه. الله، احنا ليه ما نخطفش اولادنا ونخليهم يعني يطلعوا، ونعرف شبابنا الصغير ان دول مصريين وان دول عرب، ان دول نشأوا من اسر عاديه مش من اسر في معلقه ببقها معلقه ذهب، وانهم يعني علماء.
ليه كل حاجة نجيب الناس اللي هم يعني كل تركيزهم على الفلوس وعلى المادة ونشهرهم في الإعلام؟ طب ما نجيب حد عالم، علماء من الدكاترة في الجامعة، نجيب علماء الاجتماع، علماء الخدمة الاجتماعية يتكلموا ويفسروا الظواهر الموجودة، بدل ما بنركز على يعني انا مش عايز اقول فنانين، لان هم دول بيأدوا رسالة، لكن انا قصدي حتى الفنانين والرياضيين والى اخره، لو غرزنا في وسطهم شوية ناس علماء انا متهيألي يعني الميزان هيتعدل. دكتور رشاد عبد اللطيف، بشكر حضرتك وبشكر وجودك ده انا معانا اللي في بشكرك قوي قوي ساعة مع والله، عباد. وشكرا لملاحظاتك اللي أهلا انا بك. عجبتني قوي على فكره، يعني باين انك اخصائي اجتماعي. انا اخصائي اجتماعي بحب الناس، نفسي في اليومين دول يكتروا من العلماء الاجتماعيين، يجيبوهم في برامج عشان يفسروا الظواهر الموجوده في داخل المجتمع. إن شاء الله يا فندم، وبشكر حضرتك. كان معانا الدكتور رشاد عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق. السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة ليها تأثير قوي جدا على حياتنا، يعني من السهل جدا إنها تنجم أي حد وتطلعه لسابع سما وتعمل منه أسطورة، ومش سهل برضو إنها توقعه على جدور رقبته وتخليه يعني منبوذ من المجتمع كله، لو أسفة من التعبير، لكن دي حقيقة. إزاي السوشيال ميديا قدرت إنها تتحكم فينا بالشكل القوي ده؟ إزاي بقت تنجم حد أو تستخدم للتشهير والسب والإهانة وبدون مستندات وبدون حقائق علشان نقدر نقول إن الكلام اللي بيتقال ده مظبوط؟ هل يا ترى ده مصدره إحنا؟ هل إحنا السبب؟ هل إحنا السبب إن ولادنا وصلوا للمرحلة اللي إحنا بنشوفها في الفترة الأخيرة؟ لازم يكون في سبب لحالة الانحدار اللي موجودة في المجتمع وعلى مواقع السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة. لما كنت من شوية بتكلم مع الدكتور رشاد وبقول له هل المشاهد مدان، كنت بقصد المعنى، مين اللي مسؤول عن تنجيم كل البنات والشباب والشخصيات اللي موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي؟ مش احنا؟ بناء على ايه؟ يعني بناء على ايه؟ يعني مثلا انا ساعات بشوف على الفيسبوك الاقي حد ومثقف جدا جدا ومشير فيديو، معرفش مشيره ليه، ويقول علشان تشوفوا المهزله عامله ازاي. طب ما انت ساعدت في انتشاره، انت شفت حاجة غير لائقة وغير أخلاقية وضد مبادئك وقيمك، ما تعملش لا لايك ولا تشير. انتوا اللي بتوصلوا الناس دي للنجومية، انتوا اللي بتوصلوها ان هم يبقى مع يحصل ياخدوا فلوس من الحاجات الهايفة التافهة اللي هم بيقوموا بيها. لازم يا جماعة نرتب عقولنا، لازم يرجع تاني عندنا الثقافة والوعي الفكري، لازم يبقى عندنا الفهم الصح للدين. مش مشكلة خالص ان احنا يبقى في حاجات دمها خفيف وناس بتضحك وفي فيديوهات لايت جميلة جدا، احنا مش ضد ده. او ان حد عنده موهبه بيقدم حاجه ليها قيمه تفيد المجتمع وتفيد المشاهد، لكن لما يبقى الهوس ده موجود عند ولادنا، لما يبقى فكره الشهره واجيبها من اي طريق ومن اي اتجاه مهما كان، مش مشكله، مش مشكله هطلع اقول ايه، ولا مشكله انا هعمل ايه، ولا المشكله الناس هتحترمني ولا مش هتحترمني. والناس اللي بتاخد، يعني انتوا لو شفتم الفيديوهات بتاعت حنين حسام، وانا مش طالعة لنا معاها ولا انا ضدها، لان في قضاء وهو اللي هيقول اذا كانت هي مدانة او مجني عليها، ما واحنا عندنا كلنا اولاد ومش طالعة علشان اهاجمها، لكن هي نموذج موجود زيه كتير على صفحات التواصل الاجتماعي.
لما شفت الفيديوهات بعد كده اتخذت فيديوهات حنين حسام وبدأوا الشباب يعلقوا عليها. طب ما انتوا شهرتوها، يعني انت السبب ان لو كان نص مصر معرفهاش بعد التريقة وبعد اللي انتوا والإسفاف عليها والاستهزاء اللي انتوا عملتوه في الفيديوهات التانية، طبعا علشان برضو الشهرة وعشان اسمها بقى معروف، فبالتالي انا لما هذكرها كمان انا هتعرف. طب ما انتوا زودتوا ده، ايه اللي وصل شبابنا للفكر ده؟ هل فعلا غياب الاب والام هم السبب؟ هل اهتماماتنا باشياء اخرى وحاله المنازعات؟ انتوا يا جماعه مش ممكن تشوفوا، يعني تتوقعوا على مواقع التواصل الاجتماعي حالات الكآبه وحالات الندب وحالات الكلام الغريب اللي بيتكتب على صفحات الفيسبوك، يعني غير عاديه. لما هي دي نفسيات الاب والام، تخيلوا هم هيربوا اولادهم دول ازاي؟ ولا هيتابعوهم ازاي؟ يعني لما الست على طول ما هي بتتكلم على صفحات الفيسبوك عماله تتكلم على الظلم وعلى القهر وعلى يعني اللي حصل لها في الدنيا وانها مش مسامحه وحسبي الله ونعم الوكيل، والراجل طالع برضو يتكلم على لا اما يهرج ويتريق على الجواز والحرب الاهليه اللي موجوده بين الراجل والست. ده غير جوه البيت الصوت العالي وعدم الاهتمام بالولاد، وام بتتهان واب بيتهان وحياه مفككه. طيب الولاد دول هيهربوا من جو الحياه الاسريه ازاي الا عن طريق حاجه زي كده، زي مواقع التواصل الاجتماعي، اصدقاء تانية ممكن يسمعوهم بشكل تاني، بيحاولوا يحققوا نفسهم او يخلوا حد يسمعهم، يعني لان هم مش لاقيين نفسهم ولا لاقيين الاب والام ولا الاسره ولا الترابط الاجتماعي. يا جماعه النهارده احنا بنبعت جرس انذار لكل بيت، انتبهوا انتبهوا لاولادكم. الموضوع ما يتاخدش انه زي ما كل المواضيع اللي بتحصل تاخد لها يومين ثلاثه والموضوع انتهى. الموضوع خطير، الموضوع خطير. لازم نفهم، لازم نفهم ولادنا، لازم نفهم التكنولوجي اللي موجودة دلوقتي، ونحاول ان احنا يعني نشاركهم كل الاعمال وكل الحاجات اللي هم بيعملوها. لازم نبقى فاهمين الدنيا ماشية حوالينا ازاي، لازم نغير من ثقافتنا عشان نوصل لعقولهم، لان بقى في جاب عالية بيننا وبينهم. مين المسؤول؟ مين المسؤول؟ المجتمع حتى في قضية حنين حسام اتقسم، يعني وكالعادة يعني رأي شاف ان هي مدانة إدانة يعني كاملة وانها اخطأت خطأ شديد، ورأي تاني شاف ان هي ما غلطتش او اللي هي عملته ما تستاهلش عليه الاحكام الرهيبه او الاتهامات اللي متوجهه ليها بالشكل ده، وانها ما تتذبحش. وفي رأي وسط بين الاتنين ان هي اخطأت لكن هي صغيرة والمفروض ان احنا نحط يعني يكون في رحمة في التعامل حتى معاها ويتقرس ودنها بس مش بقطع الرقبة. مهما كان الرأي ومهما كان اتجاه اي فرد في طريقة تفكيره، الا ان في خطر، في خطر، في خطر بيهدد ولادنا، في خطر بيقول انتبههم. الحاجات التافهه اللي الاسر شغله نفسها بيها وعماله كل طاقتها وكل مجهودها رايح في الخناقات اللي مع الراجل والحرب اللي مرفوعه عليه والعكس والجيران والاصحاب والنميمه والتشهير بالناس،
احنا يا جماعه مضيعين طاقتنا ومجهودنا في حاجات يعني انا مش شايفه ان ليها اي اهميه. انا شايفه ان احنا عندنا قضيه مهمه جدا جوه بيوتنا وهو اولادنا. يعني ولادنا دول يعني انتبههم. ام عمر، السلام عليكم. اهلا يا ام عمر، رايك ايه في اللي انا عماله اقوله؟ عامله ايه حضرتك؟ شلون؟ طيبه وانتي بالف خير يا حبيبتي، اتفضلي. والله انا بحب كلكم، والله بحب القناه الجميله دي، بحب برنامج حضرتك وبتابعك على طول. اهلا وسهلا، منوراني. ربنا والله ربنا يبارك فيك، انت عندك حق والله في كل اللي انت بتقوليه، بس انا يعني ليه تعليق صغير. اتفضلي. يعني البيت كلها مشاكل والدنيا كلها، يعني ما فيش بيت يخلو من المشاكل. تمام. بس انا كده يعني كاني كلام حضرتك كاني انا اهدي حجه لاي حد عندك مشاكل في البيت، روح فك عن نفسك واحنا عاذرينك. هتلاقيك مثلا عندك مشاكل كذا وكذا، لو احنا بس سامعينك كاهالي كبار هنحاول نصلح من نفسنا ونصلح من امورنا قدام حتى العيال على الاقل، يعني قدام الاولاد وكده. لكن لو الولد قاعد او البنت هيعمل حجه بقى، ده حتى الناس عاذرين هو بتبذل اللي عنده مشاكل، بيروح يتجه انا عامل زي ايه بتقول كده، هتجي لاصحابي واحكي لهم واعمل افك عن نفسي على السوشيال ميديا او كده واتكلم وكده. ما هو يا ام عمر في حاجه عايزه اقول برضو لحضرتك عليها. لسه الدكتور رشاد دلوقتي وهو بيتكلم معانا كان بيتكلم ان وعي الام والاب واسلوب الحوار اللي المفروض يكون بين الام والاب والاولاد مهم جدا. يعني لو اتربى الولد من الصغر على الصراحه وعدم الخوف وان في حوار مشترك بينه وبين الام والاب، في حاجات كتير هنقدر نلحقها من بدري لو حتى لا قدر الله اي ولد او بنت دخلوا فيها. ام عمر فاصل. يعني يا جماعة أنا بتكلم إن الموضوع يعني مش سهل. يعني أنا عايزة أقول إن 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 فكرة الهوس اللي موجود عند البنات والولاد وبقى وعدتها للمرة المليون، فكرة إن الشهرة تيجي من أي يعني بأي أسلوب وبأي طريقة وبأي وضع، المهم إن أنا أكسب فلوس. عايزة أقول إن إحنا لينا يد في ده. يعني احنا كأهالي لينا يد في ده. لما بقى دلوقتي المثل الأعلى لأي ولد وبنت انه يبقى لاعب كورة او انه يبقى مش عارفة ايه لمجرد انه بياخدوا ملايين، دول فلاتات يا ابني، دول فلاتات، دول مش 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 هم مش كل العالم بيلعبوا كورة وبياخدوا الملايين الملايين، ولا كل العالم مشاهير وبياخدوا ملايين الملايين. ربينا الولاد على ان شهادتك دي ملهاش اي قيمه وهتاخدها تحطها على الحيطه ويا ابني شوف لك اي حاجه تانية، وبعدنا تماما عن تربيتهم الفكريه وتثقيفهم وبناء عقولهم. ده احنا حتى فقدنا بناء عقولنا. احنا ايه اللي بندور عليه دلوقتي؟ ده احنا بندور على مواقع في مواقع التواصل الاجتماعي على الحاجات التافهه الهايفه. يعني احنا النهارده من خلال ساعه مع نيبال بندق جرس انذار لكل بيت في مصر. انتبهوا لاولادكم وانتبهوا لحياتكم، مش بس مواقع التواصل الاجتماعي بس الاذيه للولاد والبنات بس، لا ده حتى للكبار، حتى للام وللاب. الأب اللي انشغل عن الأم من مواقع التواصل الاجتماعي والأصحاب والخاص والأم نفس الشيء. التشهير يا جماعة، التشهير بالناس لازم تنتبه إنها داخلة في الحرمانية وداخلة في الحلال والحرام. ولادنا أمانة، مفيش نهضة هتحصل في المجتمع بتاعنا إلا لو ولادنا بقوا كويسين، إلا بقى في جيل مثقف متعلم فاهم عنده إدراك ووعي وقادر يفرق بين الصح والغلط. قضية حنين حسام إنذار، إنذار لكل أم وأب إن ينتبهوا لأولادهم ويحددوا أهدافهم، وأهدافهم تكون في أسرهم وفي بيتهم.
يا جماعة لسه في فرصة قدامنا، مفيش مستحيل، أي حد نقدر إن احنا نغيره، وأي شيء نقدر إن احنا ننشره لو احنا كلنا ساعدنا بعض ودعين ووقفنا جنب بعض وكان في دعم قوي من كل واحد فينا. أرجوكم أرجوكم انتبهوا انتبهوا لأولادكم، علشان احنا في منطقة خطرة جدا ومحتاجين رقابة ومحتاجين رعاية بحكمة وبعقل وبفهم وبثقافة. أتمنى من كل قلبي أن الحلقة النهاردة تكون وصلت الرسالة اللي عايز يقولها ساعة مع نيبال، وما زال السؤال مطروح لحضراتكم: قضية حنين حسام قضية قضائية ولا مجتمعية ولا نفسية ولا دينية ولا إيه بالظبط؟ الرد عندكم. تصبحوا على خير.